وكيل عمرو زكي يقول لنا ايه اللي حصل، إيه اللي ليه تم فسخ التعاقد مع عمرو زكي في نادي العهد اللبناني. ازيك يا استاذ محمود؟ الو، ايه يا استاذ محمود، يا كابتن كريم، اخبارك ايه يا ريس؟ الحمد لله كله تمام، بس عليك وعلى هو عمرو لسه 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 لحق يتعاقد عشان العقد يتفسخ؟ لا، هو عمرو طبعا انت عارف يا كابتن، لما نادي العهد يتعاقد مع عمرو ما تعاقدش مع عمرو عشان خاطر ان عمرو هيجي مثلا ايه لعيب اسمه نجوميه وشهره، بس هم تعاقدوا مع عمرو برضه عشان يساهم مع الفريق ياخد بطولات، او يعني هم عايزين يحققوا بطوله الدوري ويخشوا كاس اسيا، فراحوا متكلمين مع عمرو بناء على هذا الاساس. وطبعا عمرو لعيب محترم وجه قال لهم انا لسه في مرحله تاهيل من الاصابه اللي حصلت لي مع انا عارف الفتره دي، انا يعني عمرو حكى لي، دخل معايا مداخله وحكى لي، انا عايز اعرف ايه اللي جد بقى ان هو العقد يتفسخ يعني. اللي جد ان عمرو طبعا التقرير الطبي هو كان بيعمل، علي صوتك شويه يا محمود بعد اذنك، كان بيعمل كشوفات طبيه عمرو الفتره الاخيره دي في دبي في المركز اللي بيتعالج فيه، مركز الماني. عمل الكشوفات الطبيه، واخر تقرير طلع من الدكتور الالماني قال ان هو لسه قدامه لحد يوم 15 اكتوبر عشان يدخل في المرحله التاهيليه. فطبعا كلمنا تواصلنا مع رئيس نادي العهد الاستاذ تميم سليمان. ايوه، الراجل طبعا قال لك الدوري هيبتدي يوم 25. فدوت مش هيبقى فيه فرصه يعني للنادي ان عمرو يستفيدوا منه، يبقى موجود معاهم في الماتشات، هيتاخر يعني عليك نور. فطبعا الموضوع بقى صعب جدا للنادي، فعمرو طبعا وافق وقال خلاص نحل الموضوع ودي. انا العقود اللي ماضيها ممكن اخدها وارجع مقدم التعاقد تاني، ويبقى الموضوع انتهى بشكل ودي ومحترم، والناس قدامها فرصه تجيب مهاجم جديد. تمام، عمرو خد اي مبالغ منهم ولا فسخ العقد؟ خد نسبه من مقدم العقد، وعمرو هيرجعها كامله هيرجعها تاني كامله، اتفقنا على كده. في اي مفاوضات لعمرو مع اي نادي في يناير، ولا لما يستنى بقى نشوف يطمع على نفسه الاول بعد 15 اكتوبر يبدا يفتح كلام مع انديه؟ لا، عمرو موقفه ان هو لاعب حر وفسخ عقده مع نادي الرجاء، فهيحط له كتف اي وقت، فعمرو اوريدي هيخلص التأهيل الطبي 15 اكتوبر، وهيبقى جاهز ان اي فريق ممكن اي نادي عنده معه مكان في القائمه فاضي ممكن يتعاقد مع عمرو، ان عمرو فري، وده قانون في الانتقالات. فسخ عقده مع نادي الرجاء. تمام، بشكرك شكرا جزيلا محمود حسام، وكيل عمرو زكي، واللي كان